أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل وفيها. استشهاد ملازم أول وأربعة عسكريين من الجيش الذي استعاد السيطرة على تلة الحمراء في جرود رأس بعلبك. الله أكبر. الملك عبد الله إلى مثواه الأخير، والسعوديون يواصلون مبايعة الملك سلمان وولي العهد وولي ولي العهد. ردود فعل عربية ودولية معزية بالملك عبد الله والحريري مع قائدا فذا وشخصية استثنائية. أهلا بكم. هدأت المواجهات التي اندلعت أمس بين الجيش ومسلحين من داعش والنصرة في جرود رأس بعلبك بعدما نجح الجيش في استرجاع موقعه في تلة الحمراء إثر هجوم معاكس كبد خلاله المسلحين عشرات القتلى والجرحى. وعلم من متابعين على الأرض أن المسلحين كانوا يهدفون من وراء هجومهم هذا السيطرة على موقع تلة الحمراء الاستراتيجي لحاجتهم إلى معبر آمن، علما أنه أعلى نقطة في المنطقة التي تمتد على مسافة كيلومترين وتكشف رأس بعلبك ومراكز الجيش في المحلة، وتبعد 6 كيلومترات عن بلدة رأس بعلبك وتحوطها المقالع الصخرية التابعة لأهالي البلدة. قيادة الجيش نعت في بيان لها عددا من العسكريين الذين استشهدوا نتيجة الاشتباكات التي جرت بين قوى الجيش والمجموعات الإرهابية في منطقة جرود رأس بعلبك، وهم الملازم أول الشهيد أحمد محمود طبيخ من مواليد العام 87 دورس قضاء بعلبك متأهل من دون أولاد، الرقيب الشهيد محمد نيازي ناصر الدين من مواليد العام 83 الكواخ قضاء الهرمل متأهل وله ولد واحد، الجندي الشهيد بلال خضر أحمد من مواليد العام 86 شان قضاء عكار أيضا متأهل وله ولد واحد، والمجند الشهيد محمد علي علاء الدين من مواليد العام 95 جديدة مرجع عيون عازب، والمجند الشهيد حسن رمضان ديب من مواليد العام 92 تكريت عكار عازب. وكان الجيش اللبناني قد خاض اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش والنصرة واستخدم المروحيات في استهداف تجمعاتهم موقعا عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم. أحكم الجيش اللبناني السيطرة على مركز مراقبة متقدما جدا للجيش في تلة الحمراء في جرود رأس بعلبك لجهة الحدود اللبنانية السورية بعد الاشتباكات العنيفة التي دارت بين قوى الجيش والمجموعات الإرهابية التي قامت بهجوم على المركز صباح الجمعة. الجيش اللبناني أكد في بيان سيطرته على التلة المذكورة بعد أن قام بطرد العناصر الإرهابية التي تسللت إليها موقعا في صفوفها عددا كبيرا من الإصابات بين قتيل وجريح، واستخدم الجيش سلاح الطيران والأسلحة المدفعية والصاروخية وتمكن من تدمير أليات تابعة للمسلحين، وقد سقط للجيش من جراء الاشتباكات عددا من الشهداء والجرحى. وحدات الجيش تستمر بتعزيز إجراءاتها واستهداف نقاط تجمع المسلحين ومسالك تحركهم في أعالي الجرود بالأسلحة الثقيلة، بالإضافة إلى تمشيط منطقة الاشتباكات بحثا عن مسلحين مختبئين. هذا التطور الأمني جاء بعد الكمين المتقدم الذي نفذته قوة من الجيش ليلة الأربعاء الفائت لعدد من المسلحين المتسللين باتجاه حاجز وادي حميد في منطقة عرسال، وأوقع 4 قتلى في صفوفهم وعددا آخر من الإرهابيين في جرود المنطقة، بالإضافة إلى إحباط الجيش محاولة نقل سيارة مفخخة إلى الداخل اللبناني في 22 من هذا الشهر. رئيس مجلس الوزراء تمام سلام دبع في اتصال هاتفي مع قائد الجيش العماد جان قهوجي آخر التطورات في منطقة رأس بعلبك والمواجهات التي يخوضها الجيش مع المسلحين الإرهابيين هناك. واستمع الرئيس سلام من العماد قهوجي إلى عرض للوضع الميداني مؤكدا له دعمه الكامل للجيش فيما يقوم به دفاعا عن لبنان وصونا لأمن اللبنانيين. وشدد الرئيس سلام على أن اللبنانيين يقفون صفا واحدا وراء جيشهم، ليس أمامهم من خيار سوى الانتصار في هذه المعركة المفروضة عليهم، ولن يسمحوا لحفنة من الإرهابيين بكسر قناعتهم الوطنية والعبث باستقرارهم.
كشفت مصادر رسمية للمستقبل أن الجانب اللبناني تبلغ خلال الساعات الأخيرة من الدوائر الدبلوماسية الأمريكية أن واشنطن تسعى حاليا لتسريع عملية تزويد الجيش بطائرات حربية في سبيل تعزيز قدراته الجوية على صد الهجمات الإرهابية في المنطقة الجردية الحدودية، مشيرة في هذا الإطار إلى بذل مساع أمريكية لتسليح المؤسسة العسكرية اللبنانية بمقاتلات من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن المملكة الأردنية بغية الاستفادة من عنصر قربهما الجغرافي من لبنان في سبيل مواجهة العمليات الإرهابية بانتظار وصول أسلحة الجيش. شيع أمس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى مثواه الأخير، حيث بوري في السرى في مقبرة العود بالرياض بعد الصلاة على روحه الطاهرة في جامع الإمام تركي بن عبد الله بحضور العاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز وأفراد الأسرة الحاكمة وبمشاركة عدد كبير من الزعماء العرب وقادة الدول. الله أكبر. وسط مشاعر الحزن والأسى التي انتابت العالمين العربي والإسلامي وفي مراسم بسيطة جرت وفقا للشريعة الإسلامية، شيع بعد صلاة العصر جثمان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى مثواه الأخير في مقبرة العود التي يدفن فيها أفراد الأسرة المالكة. وكانت صلاة الجنازة قد أقيمت على جثمان الفقيد في مسجد الأمير تركي بن عبد الله في الرياض بمشاركة أفراد الأسرة المالكة وعلى رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز وجمع غفير من العلماء ورجال الدين وكبار رجال الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي والمواطنين. كما شارك في صلاة الجنازة عدد من القادة والزعماء من بينهم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأيضا نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد والوفد المرافق له والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح ورئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب ورئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف. وفي حين أقيمت صلاة الغائب على روح الفقيد الكبير في مختلف مساجد المملكة، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تفويضا إلى جميع أمراء المناطق والمحافظين لاستقبال المواطنين وتقبل العزاء والمبايعة منهم في مناطقهم. يواصل اليوم أيضا المواطنون السعوديون التقاطر إلى قصر الحكم في الرياض لمبايعة سلمان بن عبد العزيز ملكا على البلاد والأمير مقرن بن عبد العزيز وليا للعهد والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليا لولي العهد. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تقدم بالتعزية إلى الشعب السعودي والأمة العربية والإسلامية التي اعتبر أنها أحوج ما تكون لتضامنها وتماسكها، واعدا بالتمسك بالنهج القويم الذي سارت عليه المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها. أيها الأخوة الأبناء المواطنين والمواطنات، إنني يقول إن شاء الله أن نحمل الأمان العظمى أتوجه إليه سبحانه مبتهلا يمدني بعونه وتوفيقه وأسأله أن يرينا الحق حقا وأن يرزق اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزق اجتنابه، وسنظل بحول الله وقوته متمسكين بالنهج القويم الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيس على يد الملك عبد العزيز رحمه الله وعلى يد أبنائهم بعده رحمه الله، ولن نحيد أبدا ودستوره وكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، إن أمتنا العربية الإسلامية هي أحوج ما تكون اليوم إلى وحدتها وتضامنها، وسنواصل في هذه البلاد إن شرفنا الله ونختارها منطقة لرسالته وكبد المسلمين مسيرتنا في الأخذ بكل ما من شأنه وحدة الصف وجمع الكلمة والدفاع عن قضايا أمتنا متدين بتعاليم دين الإسلام الحنيف هي ارتضاه المولانا ولي السلام والرحمة والوسطية والاعتدال، والرئاسة أن يوفقني لخدمة شعبنا العزيز وتحقيق آماله وأن يحفظ بلادنا وأمتنا
الأمن والاستقرار وأن يحميها من كل مكروه. أبرز المحطات في حياة خادم الحرمين الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز وأهم المناصب التي تبوأها نستعرضها في هذا التقرير. خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز الذي بات الملك السابع للمملكة العربية السعودية ولد في 31 من كانون الأول العام 35، هو الابن 25 من الأبناء الذكور للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. يعتبر الملك سلمان أحد أهم أركان العائلة المالكة السعودية كونه يتولى أمانة سر العائلة ورئاسة مجلسها، وهو المستشار الشخصي لملوك المملكة. تلقى تعليمه الأولي في مدرسة الأمراء بالرياض وختم القرآن كاملا وهو في سن 10 في مدرسة الشيخ عبدالله خياط إمام وخطيب المسجد الحرام. الملك الجديد الذي التزم العمل السياسي منذ صغره وتولى جملة من المهام الخارجية منذ مطلع شبابه، مثل المملكة في عدد من المؤتمرات والاجتماعات على مدى 5 عقود متتالية. دخل العمل السياسي وهو في 19 من عمره عندما عين في العام 54 أميرا لمنطقة الرياض بالنيابة عن أخيه الأمير نايف بن عبد العزيز، وفي العام التالي عين أميرا لمنطقة الرياض وهو المنصب الذي شغله حتى استقالته في العام 60 قبل أن يتولاه مجددا في العام 63 بموجب مرسوم ملكي. في العام 2011 عين وزيرا للدفاع خلفا للأمير سلطان بن عبد العزيز، وبعد وفاة ولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز العام 2012 أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع. وبعد رحيل الملك عبد الله بن عبد العزيز تلقى الأمير سلمان البيعة ملكا جديدا للمملكة العربية السعودية. بدوره نعى ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز الملك الراحل، معتبرا أن حياته كانت حافلة بطاعة المولى ونصرة قضايا الأمتين وخدمة الوطن والشعب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. شاءت إرادة المولى تعالى وانتقل إلى جوار ربه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تغمده بواسع رحمته بعد حياة حافلة بطاعة المولى سبحانه وتعالى ونصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية في كل مكان، وخدمة وطننا الغالي وشعبه الوفي الذي بذله الحب والوفاء والإخلاص في صورة منقطعة النظير قل مثيلها بين القادة وشعوبها، فنسأل الله العلي القدير أن يجزيه خير الجزاء. الأمير مقرن بن عبد العزيز تنقل بين أهم المناصب في المملكة قبل أن يبايع وليا للعهد في المملكة العربية السعودية ونائبا لرئيس مجلس الوزراء. الأمير مقرن بن عبد العزيز هو أول فرد من العائلة السعودية الحاكمة يشغل منصب ولي لولي العهد الذي استحدث لأول مرة بموجب قرار ملكي أصدره العاهل السعودي الراحل في آذار الماضي. ولد الأمير مقرن في العام 45 وهو الابن 35 من أبناء الملك عبد العزيز المؤسس للمملكة العربية السعودية وليس له أخوة أشقاء. تلقى الأمير مقرن تعليمه الأولي في معهد العاصمة النموذجي وتخرج منه في العام 64، وأكمل دراسته في علوم الطيران في المملكة المتحدة، وتخرج في العام 68 ليلتحق بعد ذلك بالقوات الجوية الملكية السعودية وظل يعمل فيها 12 عاما. عين الأمير مقرن أميرا لمنطقة حائل في العام 80 إلى أن أصبح أميرا لمنطقة المدينة المنورة في العام 99. انتقل إلى رئاسة الاستخبارات العامة في 2005 خلفا لأخيه الأمير نواف، إلى أن أصبح مستشارا للملك عبد الله ومبعوثا خاصا له في 2012. وفي الأول من شباط من العام 2013 عين نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، وهو المنصب الثاني من حيث الأهمية بعد الملك. ثم صدر أمر ملكي في أذار الماضي يقضي باختياره وليا لولي العهد قبل مبايعته وليا للعهد في 23 من كانون الثاني 2015. من هو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز الذي عين وليا لولي العهد السعودي ونائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء؟ الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز المولود في جدة عام 59
حائز على بكالوريوس في العلوم السياسية، وهو خاض عدة دورات عسكرية متقدمة داخل المملكة وخارجها تتعلق بمكافحة الإرهاب، وقد وصفته شبكة MSNBC الأمريكية بجنرال الحرب على الإرهاب. عمل في القطاع الخاص إلى أن صدر أمر ملكي عام 99 بتعيينه مساعدا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة، ومددت خدماته لأربع سنوات قبل تعيينه مساعدا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية بمرتبة وزير. في 27 من آب 2009 تعرض لمحاولات اغتيال تبناها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ونفذها أحد المطلوبين حين فجر نفسه داخل مكتب الأمير في جدة الذي تمكن من دخوله بعدما زعم أنه يرغب بتسليم نفسه، وأصيب الأمير محمد بن نايف حينها بجروح طفيفة. تولى منصب وزير الداخلية في تشرين الثاني من العام 2012، وهو أول من أسس لجان المناصحة بالمملكة والخليج العربي التي تعنى بإخضاع الإرهابيين والمتطرفين المقبوض عليهم لدورات تعليمية بهدف تخليصهم من الأفكار المتطرفة، وهي الفكرة التي حظيت بانتشار واسع عالميا وحازت على استحسان الغرب. وفي 23 من كانون الثاني 2015 بات وليا لولي العهد ونائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء. كما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سلسلة أوامر ملكية قضت بتعيين الفريق أول حمد بن محمد العوهلي برئاسة الحرس الملكي بعد إعفاء خالد التويجري من هذا المنصب. تعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيسا للديوان الملكي ومستشارا خاصا لخادم الحرمين ووزيرا للدفاع، عفاء نائب رئيس ديوان سمو ولي العهد حمد بن عبد العزيز السويلم من منصبه وتعيينه رئيسا لديوان سمو ولي العهد بمرتبة وزير، كما أمر العاهل السعودي باستمرار جميع أعضاء مجلس الوزراء الحاليين في مناصبهم. في لبنان أعلنت رئاسة مجلس الوزراء الحداد الرسمي على وفاة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز لمدة 3 أيام بدءا من يوم أمس ولغاية الاثنين. هذا ويتوجه وفد رسمي لبناني رفيع اليوم إلى العاصمة السعودية للقيام بواجب العزاء، ويضم رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وعددا من الوزراء والنواب. وصف الرئيس سعد الحريري غياب الملك عبد الله بن عبد العزيز بالخسارة الكبيرة للأمة العربية والإسلامية، وقال في اتصال مع تلفزيون المستقبل إن العلاقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ستستمر كما كانت، خصوصا وأن الملك سلمان بن عبد العزيز محب للبنان. يعني اليوم خسارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله هي خسارة كبيرة كثير للأمة العربية والإسلامية. خسرت رجل كان أب للعالم العربي وللمسلمين، وكان دائما يرعى الخير ويحب الخير لكل الناس. دائما كان يدور على وحدة الصف العربي، حاول كثير انه يوحد الكلمة العربية، كان دائما سباق الى مساعدة لبنان بكل المحل اللي مرق فيها. احنا شفنا ان كان بال 2006 ولا حتى عند استشهاد الله يرحمه الوالد، وشفنا ايضا بال 2006 بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، وشفنا كمان أيضا شو عمل بالنسبة للجيش اللبناني وباريس واحد ولا باريس اثنين. كان دائما أيدي خير على اللبنانيين وساعد كل اللبنانيين وما فرق بين اللبنانيين. خسارة لنا كبلد لبنان. هذا الرجل اللي دائما كان محب للبنانيين، للبنان، للعالم العربي، وكان ايضا يطلع خاصة على مستقبل الشعب السعودي وبلده اللي كان دائما هو عينه عليها، وعمل انجازات كثير كبيرة بالمملكة العربية السعودية. فمنعزي الملك سلمان بوفاة
الملك عبد الله والشعب السعودي والأمير مقرن والأمير محمد، وإن شاء الله يكون مثواه الجنة. فهذا اللي بدوله عن الملك عبد الله، اللي هو فعلا كان سند لكل اللبنانيين. والبركة إن شاء الله الملك سلمان اللي كمان ماشي على خطى الملك عبد العزيز وجميع الملوك اللي دائما كمان كانت علاقتهم مميزة مع لبنان، وإن شاء الله الله يقدره بالخير. وهو كمان رجل خير كتير كبير ومعروف. دولة الرئيس، حضرتك الذي يعني معروف أنك تعرف في دقائق السياسة السعودية، هل تتوقع تغييرا ما بوجود الملك سلمان والقيادة الجديدة تجاه يعني السياسة العربية، ربما السياسة الخارجية للمملكة؟ عندها سياسة يعني واضحة فيما يخص العالم العربي، دائما كان دائما تسعى إلى وحدة العرب وإلى وحدة الكلمة الصف العربي، وتسعى إلى العدل والحق بالعالم العربي. بالعكس، أنا بشوف أنه خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان حيكون كمان أيضا، واليوم بكلمته أصلا أراد أن يقول أنه وحدة الصف العربي ووحدة المسلمين، فهذا الشيء ما بيتغير بالمملكة العربية السعودية. والعلاقات بين لبنان والمملكة إن شاء الله بتستمر مثل ما كانت، وإن شاء الله على أفضل. واتجاه لبنان؟ اتجاه لبنان أكيد العلاقات حتدلها مكملة، وإن شاء الله. والملك سلمان محب كتير للبنان، يعني عنده كتير تاريخ في لبنان، وكان يجي كتير على لبنان، وكان في كتير من الصحفيين اللي بيعرفوه، وهو يعني كان دائما يحكي مع هؤلاء، وإن شاء الله العلاقة بتستمر وبتتحسن وبتصير أفضل إن شاء الله. أكد الرئيس ميشيل سليمان في حديث لتلفزيون المستقبل أن الشعب اللبناني سيستذكر دائما الملك عبد الله بن عبد العزيز نظرا لدوره البارز في دعم لبنان على المستوى السياسي والأمني والإنمائي. خسارة كبيرة على العرب وعلى المسلمين وعلى اللبنانيين. نتأمل ونتمنى أن يكمل المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. أتوجه أيضا بالتعزية للعسكريين الشهداء الأبطال اللي عم يضحوا يوميا بدمائهم لإنقاذ الوطن ولحماية الوحدة الوطنية. بدي اليوم بالذات تعرض الجيش لاعتداء إرهابي برأس معلبك، وقام بدوره بشكل جيد جدا. بهالمناسبة ما بنقدر إلا نربط ما بين الجيش اللي عم يتعرض لعمليات إرهابية وما بين دور الملك عبد الله في دعم الجيش وفي محاربة الإرهاب. بزيارتي بنوفمبر 2013 للمملكة العربية السعودية شرحت حاجات الجيش للتسلح والعتاد، فبادر الملك عبد الله رحمه الله ب 29 ديسمبر كانون الأول 2013 إلى إعلان عن هبة ب 3 مليارات دولار للجيش اللبناني. بلغت أنا بهذه المنحة بوقت كانت الحكومة مستقيلة ورئيس الحكومة الجديد كان بصدد تأليف الحكومة، وهذا له معنى كبير جدا. سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري أكد أنه كانت للبنان مكانة خاصة في قلب الملك عبد الله بن عبد العزيز، لافتا في لقاء مع تلفزيون مستقبل إلى أنه كان يحرص في كل لقاءاته مع الشخصيات اللبنانية على تقديم النصيحة بالحوار ووحدة الصف. إلى ذلك يتقبل السفير عسيري وأركان السفارة التعازي اليوم وغدا وبعد غد في قاعة مسجد محمد الأمين في وسط بيروت. ولكن ما يخفى عليهم هو كونني تشرفت بتمثيله في هذا البلد، يعني الحرص الذي كان يوجهني به
وكأنه يوجه تجاه أمته وتجاه بلده في 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 التواصل مع كل القوى السياسية اللبنانية ومحاولة بذل كل جهد لجمع الشمل اللبناني. وهذه توجيهاته منذ أن 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 وصلت هذا البلد. هناك الكثير مما يخفى على اللبنانيين من محبته ومن حرصه، وأعتقد أنه ترجمها في 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 ما يجب أن أجيب به على سؤالك فيما يتعلق ب دعم المكرمة التي خصصت لدعم الجيش، وكأنه يقول للبنانيين هذه هديتي لكم قبل أن أغادر هذا العالم، فاحفظوها وخلوها أمانة لديكم لحفظ بلدكم. هي وجدت لحمايتكم وليست لتفريقكم، هي وجدت لدعم أمنكم واستقراركم، هي وجدت لحماية لبنان، لحماية كل الطوائف في لبنان، هي منحت لكل الطوائف في لبنان التي مثلها الجيش. الملك سلمان بن عبد العزيز الذي رافقه في كثير من مراحل حياته وكان قريب منه سينهج نفس النهج، والسياسة السعودية هي لا تتغير منذ أيام الملك عبد العزيز رحمه الله، لها ثوابتها ولها أبعادها، وبالتالي هي تتنقل من فارس إلى فارس وتستمر بنفس المسيرة ونفس النهج، وتقوى ولا تضعف في علاقاتها مع الدول وفي مقدمتها الدول العربية والإسلامية. وخاصة أنا أعرف جيدا مدى حرص الملك سلمان بن عبد العزيز على لبنان وعلى علاقتنا مع اللبنانيين. مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أما أمس المصلين في مسجد محمد الأمين حيث أقيمت صلاة الجمعة وصلاة الغائب عن روح العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، مؤكدا أن الأمة العربية والإسلامية خسرت رجلا عظيما. أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أنه بغياب خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز خسرت الأمة العربية والإسلامية زعيما فرض وجوده في المملكة العربية السعودية ووقف إلى جانب لبنان وكل القضايا العربية، مشددا على أنه رجل الحوار والمبادرات. كلام المفتي دريان جاء بعد أن أما المصلين في مسجد محمد الأمين في صلاة الجمعة وصلاة الغائب عن روح الملك بحضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ورئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيور ومثل الرئيس سعد الحريري النائب عمار حوري والسفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري والنائب مروان حمادي، كما مثل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المفتي غالب عسيلي وممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ عباس الحلبي والعديد من الشخصيات. فقد لبنان بكل أطيافه وبكل طوائفه وبجميع بنيه فقد صديقا عزيزا للبنان وقف معه في جميع المحن والأزمات. إنه جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز صاحب المبادرات الكبيرة من بيروت، أطلق مبادرة السلام، ومن بيروت دعا إلى الحوار بين اللبنانيين ليعود الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن الذي أحبه. المفتي دريان أكد أيضا أن المسلمين لن ينسوا التوسعة الكبيرة والضخمة للحرمين الشريفين، وستكون هذه التوسعة في مكة والمدينة صدقة جارية عن روح الملك عبد الله وعملا متواصلا إلى يوم القيامة. هذه الأمة لن ينضب أبدا من رجالاتها، كلما فقدنا فزا تلقف الراية فز آخر. نحن ننظر بإكبار أيضا إلى استكمال المسيرة في المملكة العربية السعودية وفي حمل رايات العرب والمسلمين. ننظر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي عهده الأمين سمو الأمير مقرن بن عبد العزيز، اللهم اجعلهما خير خلف لخير سلف، وسدد اللهم خطواتهما لما فيه مصلحة شعب المملكة العربية السعودية ولما فيه مصلحة العرب والمسلمين. وألقى أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي خطبة الجمعة، ومن ثم تقبل السفير عسير التعازي من الشخصيات والمؤمنين.
نعت السيدة نازق رفيق الحريري الملك عبد الله بن عبد العزيز فقيد المملكة العربية السعودية وفقيد لبنان والأمة العربية والإسلامية وفقيد الإنسانية جمعاء. أكدت عقيلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري السيدة نازق الحريري أنه بشديد الحزن والأسى وبتسليم بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدره نودع قائدا إسلاميا عربيا وعالميا استثنائيا رجل القيم والمبادئ والمواقف الإنسانية الذي حمل وطنه وأمته وقضية الإنسان في قلبه وفي فكره ولم يترك مكانا في خدمة الدين وفي خدمة الإنسان والأوطان إلا وترك فيه لمسته البيضاء. وأضافت السيدة نازك رفيق الحريري إن العالم خسر رجل التقوى والخير والمحبة ورجل الفكر والحوار والاعتدال وصاحب الكلمة السواء والمدافع الدائم عن الحق والعدل وعن كل القيم الإنسانية العظيمة. وقالت خسارتنا لا تقدر ولا تعوض لأننا نفتقد رجلا عظيما وقف بقربنا داعما مساندا في جميع الظروف والمناسبات والمحن. وأشارت إلى أن لا عزاء لنا في هذا المصاب الجلل سوى الاعتصام بالله تبارك وتعالى ثم التطلع إلى قيادة المملكة الحكيمة التي باتت بعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وختمت بالقول إننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسك بيد قيادة المملكة حتى تظل أرضها والأمة جمعاء أرض سلام وتسامح واستقرار وازدهار. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف على الملف اللبناني في السلطة الفلسطينية عزام الأحمد يرجل على مسؤولين لبنانيين ويؤكد أن تجربة مماثلة لنهر البارد لن تتكرر. في ظل كثرة الحديث في الآونة الأخيرة عن تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملجأ الإرهابيين والمتطرفين، اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف على الملف اللبناني في السلطة الفلسطينية عزام الأحمد أن الحل لقضية المطلوبين في مخيم عين الحلوة يجب أن يكون حلا سياسيا وليس أمنيا حتى لا تجور يدا خبيثة لبنان واللاجئين الفلسطينيين لمأساة جديدة. الأحمد وإثر لقائه النائب بهية الحريري في مجدليون على رأس وفد من الفصائل الفلسطينية يرافقه سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور أكد الالتزام القيادة الفلسطينية بتعهداتها للقيادة اللبنانية بعدم السماح بأن يكون المخيم ملجأ للمطلوبين. ومن وزارة الداخلية شدد الأحمد بعد لقائه الوزير نهاد المشنوق على التعاون التام لإخراج أي فار من وجه العدالة ليصبح بيد السلطات اللبنانية. تجربة مخيمنا نهر البارد ماثلة كيف استخدم المخيم وأسماء فلسطينية لا علاقة لها بفلسطين والشعب الفلسطيني هو الذي دفع الثمن. لن نسمح بتكرار هذه التجربة. لن يكون المخيم الفلسطيني مكان للجوء أو لحماية أي فار من وجه العدالة في لبنان. كما التقى الأحمد الرئيس السابق ميشيل سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي وتناول البحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. المحكمة الدولية الخاصة بلبنان استمعت أمس إلى إفادة النائب السابق سليم الدياب. تقرير ناهل يوسف. استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى إفادة النائب السابق سليم دياب مدير الحملة الانتخابية للرئيس الشهيد رفيق الحريري. ممثل مصالح مصطفى بدر الدين المحامي أنطوان قرقماز استجوب دياب حول ما قاله في إفادته للجنة التحقيق الدولية عن أن نائب رئيس تيار المستقبل سمير دومت أخبره أن سائق السيارة الأولى في موكب الرئيس الشهيد عاد إلى موقع الجريمة صباح 15 من شباط لإزالة سيارات الموكب عبر شاحنة القطر، وأنه تلقى مبلغ 500,000 دولار أمريكي ليحرص على مرور الموكب من الطريق التي وقع فيها التفجير. دياب أشار إلى أنه نقل تلك المعلومات حرفيا إلى لجنة التحقيق كما أخبره بها دومت، لافتا إلى أن الشخص الذي أطلع دومت على هذه المعلومات هو مالك شاحنات القطر. كما سئل عما ورد في إفادته عن إشاعات ترددت حول شخص مصري الجنسية يدعى أبو هيثم أرسل من قبل السوريين إلى لبنان لقتل النائب وليد جنبلاط، وأنه والرئيس الحريري اتصلا على رقم هاتفه الخلوي للتأكد من مكان وجوده، فتبين لهما أنه في لبنان بحسب رنة الهاتف لكنه لم يجب على المكالمة. كما سئل عن انتمائه السياسي والديني فنفى أن يكون مقربا من الجماعات الإسلامية، كما نفى أن يكون له دور
دور في إرسال مجاهدين إلى العراق. كذلك سئل عن دوره في إنشاء ميليشيات أو تجمعات ذات طابع أمني فنفى ذلك، شارحا طبيعة عمل شركة سيكيور بلس التي أنشأها ضباط متقاعدون في الجيش اللبناني بهدف توفير فرص عمل للشباب وتأمين خدمات أمنية للشركات والمؤسسات والأبنية. الشاهد سئل أيضا عن ما قاله في إفادته عن تردد شائعات بأن أمين عام حزب الله يريد قتله، وذلك بعد أن رميت منشورات فوق بيروت تصفه بالصهيوني، فاتصل الرئيس سعد الحريري بمعاون نصر الله حسين الخليل الذي أكد له أن الخبر غير صحيح. كما سئل عن ما أخبره إياه سفير جوني عبدو عبر السيد هاني حمود بأن أصف شوكت طلب من فلسطينيين وسوريين اغتياله، وأنه طلب من أحد الشيوخ في حلب التدخل لدى شوكت. المحامي قرقمز تجوب دياب حول اتصالات أجريت من بعض أرقام هواتفه بأشخاص اتصلوا بدورهم بأرقام نسبت إلى سامي عيسى أي المتهم مصطفى بدر الدين، فاعترض ممثل الادعاء كاميرون لأن الاتصالات التي أجريت لم تكن في الفترة الزمنية التي نسبت فيها تلك الأرقام إلى عيسى في قرار الاتهام، فوافق القاضي ديفيد راي على الاعتراض وطلب من الدفاع الاكتفاء بسؤاله عن هويات الأشخاص الذين تم الاتصال بهم. هذا ويعود دياب للمثول أمام المحكمة في الأسبوع الذي يبدأ في الثالث من شباط المقبل. استقبل الرئيس السابق ميشيل سليمان وفدا من أهالي العسكريين المختطفين، حيث جدد سليمان تأكيده تأييد أي طرح ينقذ العسكريين ويعيدهم إلى مؤسساتهم ويحفظ كرامة الجيش في آن. وشدد سليمان على ضرورة معالجة هذا الملف بما يحافظ على مصلحة الدولة العليا. الجهة الخاطفة هي ما عم تعطي برهان انه هي فعلا بدها تهدي الوضع، ولكن برغم كل شيء نحن بهمنا نأمن مصلحة الدولة العليا. نحن مصلحة الدولة بتقتضي باستعادة العسكريين إلى منازلهم سالمين بأسرع وقت، كما أيضا بتقضي للحفاظ على كرامة الدولة اللبنانية. كلمة مقايضة من الكلمة الصحيحة، في تفاوض عم يجري من قبل لجنة مكلفتها الحكومة، أنا عندي كامل الثقة باللجنة الأزمة. أخيرا، أقدم مجهولان مساء أمس على قتل فاء الحاج طعنا بالسكاكين خلال زيارتها ابنتها في بلدة بخعون في الضنية، كما أصيبت خلال الاعتداء ابنتها باء الحسين ونقلت إلى مستشفى طرابلس الحكومي للمعالجة وحالتها الصحية حرجة، كما أصيبت أيضا في الاعتداء آق الدور، وقد حضرت إلى المكان عناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وباشرت التحقيقات لمعرفة خلفيات الحادث والبحث عن المعتدين. ونصل في ختام النشرة إلى التذكير بعناوينها. استشهاد ملازم أول وأربعة عسكريين من الجيش الذي استعاد السيطرة على تلة الحمرة في جرود رأس بعلبك. الله أكبر. الملك عبد الله إلى مثواه الأخير، والسعوديون يواصلون مبايعة الملك سلمان وولي العهد وولي ولي العهد. ردود فعل عربية ودولية معزية بالملك عبد الله والحريري، نعى قائدا فذا وشخصية استثنائية. النشرة الصباحية انتهت، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. نقدر نحقق انتصار جديد للاعتدال.